في ذكرى ميلاده، ما لا تعرفه عن مرتضى منصور. تقدر تقول عليه كده ملك التصريحات النارية، ومن وقت للتاني بيعمل جدل كبير جدا في الشارع السياسي والرياضي وكمان السوشيال ميديا، وسواء حبيته ولا لا بالنسبة لناس كتير هيفضل درع وسيف نادي الزمالك. في ذكرى ميلاده، ما لا تعرفه عن مرتضى منصور. اتولد مرتضى منصور زي النهارده يوم 17 يونيو سنة 1952 في حي شبرا، واتخرج من كلية الحقوق، وعشان كان دحيح حبتين اتعين وكيل نيابة بمدينة الإسماعيلية بعد التخرج، ومن وقتها المناصب نزلت عليه زي الرز. عندك سنة 1983 كان مستشار لهيبة في المحاكم، لكن لما اتعمل فيلم الأفوكاتو قدم استقالته كقاضي علشان الفيلم كان بيسخر من المحاميين. وقتها راح مرتضى منصور أمر بحبس المؤلف والبطل عادل إمام، لكن الهجوم كان على مرتضى منصور محدش توقعه. البعض قال له هو مين عينك يا مرتضى مراقب على السينما، وثم ده فن بيقدم كل حاجة الحلو والوحش. ومن وقتها مرتضى حب يظهر في الإعلام. في ناس كتير بتشوف مرتضى كان من الدافعين عن الرئيس مبارك، لدرجة في ثورة 25 يناير قعد يدافع عن الرئيس وبيقول عن الثورة إنها نكسة لمصر. وبعد ما نجحت الثورة في تنحي مبارك عن الحكم، أسس حزب مصر الحرة ورشح نفسه في الانتخابات الرئاسية، واحنا كشعب دمه خفيف سميناه مرتضى منصور ملك السيديهات، وده عشان كان بيظهر في التلفزيون مع سيديهات كتير بيهدد اي حد بملفات فساد او فضايح اخلاقية. ووقت حكم جماعة الاخوان كان معارض ليها ولسياستها، وخاض معارك كتير ضد قيادة الجماعة، وكانت النتيجة انه اتحط على قائمة الاغتيالات. اما على المستوى الرياضي، محدش يعرف ازاي دخل مرتضى منصور في عالم الرياضة، لكن كان محامي لاشهر اللاعبين، وكان عضو في ادارة نادي الزمالك من سنة 1992 لحد ما بقى رئيس للنادي سنة 2005. منصبه ده خلاه يحقق لقب الدوري والكاس في موسم واحد بعد غياب طويل عن منصات التتويج. ومع الانجازات الكتير دي، الاعضاء انتخبوا في دورة جديدة سنة 2017، وبعدها حقق بطولات كتير زي كاس مصر وكاس السوبر المصري والسوبر الافريقي والكونفدرالية الافريقية والسوبر المصري السعودي. المفاجأة هنا، مرتضى منصور ما حققش بس انجازات في الكورة، ده خلى فريق كرة اليد والطايرة والسلة يرجعوا تاني حققوا انجازات. اسمه مرتضى منصور مرتبط بكتير من الانجازات اللي حققها للنادي، وعلى رأسها الطفرة الانشائية اللي قام بيها علشان تطوير مقر القلعة البيضاء في ميت عقب. علشان كده كان مرتضى منصور لفترة كبيرة لناس كتير هو درع وسيف لنادي الزمالك اللي دافع عن حقوقه وقدم ليه كتير من البطولات والإنجازات. فالنهاردة يوم ميلاد المستشار مرتضى منصور، تحب تقوله إيه؟